حاجات وأماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس بلد الأهل. اسأل على الأهلي وبطولاته هيقول لك وسع القطر، مكان برحب بحضراتكم مرة تانية في فقرتنا الحوارية الأخيرة دي مع بطل من أبطال فريق الأهلي. أصبح في وقت قصير جدا معشوق للجماهير، رغم أنه لسه ما قدمش كل اللي عنده، لكن في ثقة كبيرة جدا في إمكانياته الفترة اللي جاية، سواء إمكانياته الفنية أو البدنية. كمان قبل ما يكون نجم من نجوم الأهلي في الوقت الحالي، فهو مشجع درجة ثالثة من وقت ما كان صغير، زي ما بيقولوا كده، يعني نقدر نقول عليه كده عريس نهائي كاس مصر. استطاع في وقت قصير جدا او قليل جدا من عمر المباراه انه يعني يقلب الموازين راسا على عقب. نجح كمان في انه يسكت كل الالسنه اللي كانت بتحاول تشكك في قدراته، وانه واحد من اهم الصفقات اللي تعاقد معاها النادي الاهلي في فترته الاخيره. النهارده منورنا كهربا. انا مش عارف اقول لك ايه بجد والله، يعني الكلام اللي انت بتقوليه ده بجد، انت تستاهل يعني اكتر من كده بكتير. كلام حلو جدا، وانا مبسوط والله ان انا معاكم النهارده، يمكن تاني مره، وشرف لي ان انا اكون معاكم، وبشكرك على الكلام ده بجد والله. عارف ليه بقول كده؟ مش بس عشان الهدف اللي انت جبته في وقت قليل جدا من عمر الماتش امبارح. امبارح انا تابعت المباراه طبعا زينا زي اي مشجع، يعني انا شفت انسانيات كهربا عالية قد إيه. أنا عارفاها من بدري، من أول التاتش اللي حصل ما بينك وما بين فضل، ومش عايزة أتكلم فيه كتير. أنت روحك العالية وحماسك، حتى في كاميرا كده كانت صغيرة حتى محطوطة كده عند دكة النهائي الأفريقي، الكاف كان عاملها، اسمها الجو كاميرا باين أو حاجة كده، فهي كانت مبينة قد إيه حماسك، مبينة قد إيه انت عايز تعمل حاجه، عايز قبل ما تنزل زمايلك يعملوا حاجه. اللي بيقول لك كان مين اللي بيقول لك انت اللي هتجيب لنا كاس يا كهربا؟ تقول ان شاء الله ان شاء الله. اما تقول مين اللي كان بيقول لك كده؟ كان جاي كان بيقول لك كده صح، هتجيب هدف. قلت له يا رب ان شاء الله، يعني الواحد كان نفسه والله ان الواحد يشارك، بس يعني لا، ما هو انت بص، انا اولا برحب بيك، انت حبيبي انت عارف، ومنورنا في البيت الكبير، وبطوله غاليه، ويعني هاخد ساعات بصمه اللاعب كهربا ما بتكونش في عدد الدقايق اللي بيلعبها اكتر من تاثيرها على الفريق. ما شاء الله عليك، عندك حماسه وعندك روح ونفسك تشارك من اول دقيقه لاخر دقيقه، ده واضح للجميع، وده شيء ايجابي، يعني ده شيء يحسب ليك. اللي يحسب ليك اكتر كمان انك كل الجماهير بتتكلم لما كهربا بينزل بيعمل الفرق، وده فعلا بيظهر على النواحي الفنيه، ظهر امبارح بشكل اكتر من رائع، هدف جميل. ومش عايزينك بقى تقول احنا بناخد بطولات كتير كل اسبوع ولا ايه، يعني ما شاء الله، لكن ده انت عارف، انت يعني داخل منظومه بتحب البطولات، وانت لمست ده كويس قوي. فانا نيابه عن جماهير النادي الاهلي بنقول لك مبروك، انت مش انت لوحدك عريس المباراه، يعني كل من شارك في هذه المباراه كانوا ابطال. مباراه كانت صعبه، لكن الهدف اللي انت احرزته بيدي مدلول ان محمود كهربا دخل ترس النادي الاهلي خلاص، محمود كهربا بروحه العاليه لصالح الفرقه مش لصالح محمود كهربا. وده انا بحيي الكلام ده فيك يا محمود، على روحك العاليه من خلال كل ما يعني اتقال على محمود كهربا في الفتره اللي فاتت، انت بتثبت كل يوم انك محمود كهربا. اللي النادي الاهلي فعلا كان صفقه مميزه جدا جدا جدا، وان شاء الله رباعيه وخماسيه على ايدك يا كهربا. يا رب ان شاء الله. كابتن بشكرك طبعا على الكلام الجميل دوت، وزي ما بقول لحضرتك انا سعيد ان انا معاكم. يمكن في حاجات كتير بتبقى غايبه طبعا، الجمهور ما بقاش حاضرها جوه الملعب. صح. يمكن انا عندي 26 سنه، يمكن لعبت ماتشات كتير،
بس يعني في لحظات كده انا جربتها في ماتشات كتير يعني كان بنبقى كسبان 1-0 مثلا في اخر دقيقه فتبقى اللعيبه مش مركزه مظبوط فلو في لعيب مثلا او مدرب يعني مدرب طبعا بيتكلم لو في لعيب موجود مثلا كان حاضر ماتشات قبل كده وضاعت مننا بسبب مثلا ممكن هفوه ممكن عدم تركيز في فلعيب لو انا اتكلمت مع اللعيب يعني زمايلي بتكلم كويس يلا شد اضغط عليه ما تخلوش يلمس الكوره خليك في ظهره الحاجات دي اللعيب هو سامعني لان انا يعني انا دايما صوتي بيبقى عالي في الملعب صوتك مميز الحمد لله فاللعيب بيسمعني هم يعني عارفين انا بالماتش بقول لهم انا يعني مش فريق ان انا اقعد احتياطي او اطلع بره بس انا اهم حاجه ان احنا نكسب ده حقيقي فاللعيبه بقول لها قبل الماتش يعني اللعيبه اخواتي ودايما بقول لهم اسمعوني يعني كده بسمعوا المدرب بس اسمعوني في حاجات لاني يعني انا قريب منكم قوي يعني احنا قريبين من بعض واحنا من كامب لبعض ففي حاجات انا ببقى في الملعب انا خلي بالك كابتن لما ببقى في الملعب ببقى سامع المدرب هو بيقول لي روح يمين روح شمال يعني واللعيبه لان انا في حاجات ممكن ما كنتش واخد بالي منها طبعا انت جوه اللي بره شايف اكتر منك كل حاجه فممكن في تفصيله صغيره جدا مثلا ما ضغطتش على لعيب فعمل اسيست اللعيب تاني جابها جون فالغلط مننا لكن لو لعيب الروح بص هي كل ده تحت منطلق الروح والفريق الواحد وكله بيكمل بعضه في بعض الاحيان بيبقى فيه المفروض بيبقى الدور المدير الفني هو اللي بيوصل لكن ادوار اللعيبه وده مهم جدا يا كهربا وهبدا معاك فيه ان ادوار اللعيبه بتبقى ادوار كمان مش هقول اهم من ادوار المدرب لكن ادوار مكمله للمدرب ادوار مهمه في وقت الفرقه هي اللي بتلم بعض وده حصل الشناوي مثلا بين الشوطين مع نادي الزمالك انت من خلال حرقتك وكلامك مع بعض اللعيبه في بعض الاوقات فهو ده كنت بتكلم على الدريسنج روم واوضه اللبس ده الحب اللي ما بينكم ده اعتقد هو ده اللي بيعمل الفرق ممكن ما تكونش على المستوى الفني ساعات الافضل لكن ربنا بيديك في الاخر عشان الحته دي والله الحمد لله يمكن ربنا كرمنا في بطوله افريقيا وكاس مصر يعني كرمنا بدوريات الجزاء في كاس مصر بطوله افريقيا في الجون في الدقيقه الاخيره صحيح. الحاجات دي كلها كابتن يعني تعب مجهود تعب سنه كامله وسنه يعني اكتر من سنه كمان سنه وكام شهر واللعيبه تعب ضغط عصبي يعني يمكن انا كنت بحمد يعني بدعي ربنا كل يوم ان انا كنت اخف من موضوع الكورونا ده عشان بس اكون موجود يعني اكون موجود انا مش عايز العب انا بس موجود اكون موجود يعني مع اللعيبه ان انا بحس برده ممكن تأذرهم ان انا ممكن احفز اللعيبه اساعدهم في حاجات كتير فيعني حب اللعيبه الفتره اللي فاتت والجهاز الفني والاداري وكل المسنده بتاعه الجماهير دي هي اللي خلتنا ناخد البطولتين دول يعني بصراحه صحيح. في جمله تكتيكيه رائعه هي اللي احرزت من خلالها الهدف مروان محسن لما لعبها لك في المكان ده انت كنت متوقع كده بجد بنتمرن عليها كتير بتتمرنوا عليها بنتمرن عليها كتير وبنتمرن عليها حاجات كتير يعني بس يمكن انا دايما انا قريب من الجون يعني لما انت من مميزاتك من مميزاتك انت تروح تدخل الجون وبعدين تقف كده انا بحس انت بتحيي كابتن محمود الخطيب صح يعني انت بتقف تحييه بعد الهدف اللي بتحرزه صح كابتن محمود طبعا يعني ساعدني كتير طبعا يعني خلال الفتره اللي فاتت ديت وكان دوره كبير يعني ان هو كان مع اللعيبه ويمكن خاصه انا فاقل حاجه ان انا بحييه كان دوره ايه لا كان بيتكلم معايا كل مره كتير يعني كل لما قابلني في قبل التمرين بنتجمع ويتكلم معانا وبعد كده يقول لي شد حيلك ولسه هتجيب بطولات ولسه هتعمل فبالنسبه لي يعني كابتن محمود الخطيب اسطوره فبيقول لي الحاجات دي فانا بقى يعني بركز فيها مع انه قليل الكلام كابتن محمود يا كهربا لا بيتكلم معايا كتير يعني ده كان مهم كهربا الجون اللي انت جبته في وقت صعب وخلي بالك مش انت جبت جول لوحدك ده قفشه كان شفت اللقطه قفشه شاط قبل ليج الكوره كان لقطه حلوه نفس الثانيه نفسها نكسب يا كابتن يعني اللعيبه كلها يعني انا يمكن احلى حاجه في النادي الاهلي ان مفيش نجم يعني النادي الاهلي هو النجم ده حاجه حلوه جدا لان اللعيبه كلها بتساعد بعض مش مهم مين يجيب جون مش مهم يعني احنا امبارح كنا ممكن نكسب 1-0 وربنا ما ارادش ان احنا نخلص الماتش فجي فينا جون ورحنا ضربات جزاء يعني هم ضيعوا اتنين وهنكسب اتنين. خلاص يعني شوف وبعد كده راح هم ضيعوا راح ضيعوا يعني حاجه من عند ربنا والسيناريو في الاخر الفريق كله هو اللي كسب النادي الاهلي هو اللي كسب كاس مصر فدي احلى حاجه بصراحه يعني في النادي الاهلي كان في اشاعات ولغة كبير قوي وكلام كتير قوي عن المصابين وما طلعوش مصابين اولهم الشناوي طبعا بعد شر عليه وليد ربنا ربي يكمل شفاء على خير هو وديانج في كده زي اشاعات وعليك برضو يعني مثلا تسمع إيه لا اصل كهربا يعني مش دماغه قوي كهربا لا ممكن ما يعملش حاجه تسمع الحاجات دي زينا زيك
اكيد تسمعها. انا بسمع كل حاجه بشوف كل حاجه. بتتعامل معاها زي انت محمود يعني بتقول لنفسك ايه؟ عايز تثبت العكس ده بتبقى عايز تثبته ازاي؟ بص انا يمكن انا من يعني من زمان قوي من 5 سنين مثلا 2015 يمكن اتحطيت تحت ضغوطات كتير قوي فكنت بتشتم كتير يعني في ماتشات كتير كنت بضيع جوان كنت بتهاجم فانا متوقع ومتعود على الحاجات دي كلها يعني انا يمكن خلال الفتره اللي رحت احترفت فيها في البرتغال ديت يمكن كانت اصعب ايام حياتي يعني كان بجد صعب فكنت متعود على الحاجات دي اصعب ايام حياتك من ناحيه الضغوط الجماهير ضغوط الجمهور اصعب حياتي ان انا كنت قاعد هناك لوحدي وضغوطات كل يوم بقى كل يوم شتايم والمشكله ان يعني بيحصل شتايم لاهلي يعني ما لهاش علاقه بيا يعني بتبقى اصعب حاجه دي في الدنيا والضغوطات دي كلها بتبقى انا ما بركزش فيها انا عندي مثلا يعني ممكن احكي لك على موقف كده في ماتش الاتحاد يمكن انا قعدت على الدكه والناس شافتني مثلا قالت لك ده متضايق لا انا لو رجعت للصوره ماتش الاتحاد نهائي قبل النهائي نهائي كاس مصر كان وانا قاعد فانا حاطط رجل على رجل انا بحب يعني عادي انا بحط رجل على رجل بنقعد براحتنا احنا بنبقى قاعدين فخسرين 1-0 فانا قاعد متضايق فالكاميرا جت عليا وهم الصوره دي اللي مسكوها قال لك كهربا عايز ما هو الطبيعي انا مش هضحك وانا خسران 1-0 صح مش هبقى قاعد مبسوط يعني مش قاعد كده وبقى نفسي ان انا انزل بس انا ما يعني مثلا المدرب مش هينزلني اقوم مثلا اتخاني او اقعد مثلا مكشر ومتضايق في وش المدرب ووش زمايلي لا طبعا مفيش انا كسبنا الحمد لله 2-1 وعايز بقى اقول لك على حاجه يمكن الجون ما يعرفهاش انا قبل الجون بتاع قفشه الاولاني انا واقف على الخط لما رجعت انا كنت هنزل قبل ال عارف بس انا لا انا نازل الحكم خلاص هيرفع اول لما جه الفاول على الخط قلت له والله العظيم قلت له لا استنى 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 لان انا كنت نازل مكان حمدي فتحي فمين اللي بيلعب براسه كويس حمدي انا مش هنزل العب يعني مش هلحق مش هتعرف تعمل دور حمدي فقلت حمدي يستفاد منها يجيبها جون وبعد كده ايه ربنا كرم ما كرمش انا هنزل وراح جت لقفشه حطها ايه جون 1-1 فالطبيعي ان انا مش هينفع انزل لان فانت قلت له اصبر استنى ده قبل الكوره لان يعني دي تفصيله صغيره جدا كنت انا ممكن انزل مكان حمدي ونتعادل 1-1 وكان الدنيا تبقى مفتوحه لان مش هيبقى عندنا غير السوليه وقفشه كان هيلعب ديفندر لان انا كنا خسرانين فكنا عايزين نهاجم فكده المدرب قال لي تعالى ارجع اقعد وهتنزل الاخر ما 1-1 خلاص انا ماشي انا اطمنت رجعت قعدت والدنيا تمام الحمد لله ومطمن ومفيش مشاكل اطمنت ما انا 1-1 مطمن هنكسب خلاص اطمن بص النادي الاهلي اتعادل اصل ايوه خلاص انا عايز اقول لك حاجه احنا يعني 1-0 دي تبقى والوقت بيجري صعبه 1-1 دي او متعدين يعرف هنكسب يا رب لا ان شاء الله يعني لا احنا يعني بص يا كهربا انا عايز اكلمك في الجزئيه اللي انت اتكلمت عليها وخد دايما انطباعات الناس دايما على قديم كهربا القديم انا اسميك نيو فيرجن كهربا نيو فيرجن كهربا النسخه الجديده انا متاكد جدا ان روحك العاليه وحبك للنادي وحبك لفرقتك هو اللي بيعمل الرياكشن اللي ممكن الناس تفهمه غلط فخلينا نتكلم انت زي ما انت ماشي كده انت يعني في ضغوطات عليك لكن انت ما شاء الله ابعد عن الضغوطات ديت انت يعني بنقول لك ساعات بصمتك الناس اللي يعني ليها بصمه في الملعب بتفرق انت ممكن جدا تبدا من اول مباراه لاخر مباراه ما بيكونش لك بصمه صح. من حقك انك عايز تشارك ومن حقك ان انت عايز تلعب لكن دورك مهم جدا 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 كمان في الفرقه والجماهير شايفه الكلام ده فرحتك بقى او يعني خلينا نتكلم على موسيماني قال لك ايه بالظبط يعني هو الوقت بيبقى صعب جدا الفرقه مغلوبه 1 انت نازل عندك ادوار معينه وانت كمان كلاعب عندك فكرك ان انا عايز انزل عشان اعمل كذا واعمل كذا تعليمات موسيماني كانت المختصر ليك قبل ما تنزل كانت ايه كان ماتش الاتحاد لما كنا خسرين 1-0 كنت نازل اخر دقيقه وكنت هجيب جونين يعني الكره بتاعت علي معلول اللي حطها لي وكان كره انا كنت اخر مدافع وانا كنت هطولها بس هو قطعها فهو قال لي يعني قال لي انت هتجيب جون في ماتش الاتحاد ده موسيماني قال لي ازاي هو يعني ما هو عايز يعني هو مقتنع جدا وبيتكلم معايا كويس كتير وحتى هو يمكن في المحاضرات كتير يقول لي ماي بوي يعني ماي بوي على طول يعني فجيت في الماتش اللي فات دوت قال لي تلعب ناحيه الشمال وعايزك تبقى فاتح الملعب على طول يعني اوكي عايزك تفتح الملعب فاتح الملعب ما لكش دعوه بحاجه يعني وعايزك تبقى تخش حتى لما جه فينا الجون دخلني مهاجم تاني ده صحيح
قال لي خليك ما ترجعش خليك مهاجم تاني. هو كان انا كان عمال يتكلم معايا بس لا هو طبعا هو يعني مدرب كبير جدا ويمكن هو بيحبني جدا على المستوى الشخصي يعني. وانا الحمد لله يمكن انا في التمرين مش بتمرن كويس ومش مقصر في حاجه وهو بيعرف يتعامل معايا يعني. ده انا ده احلى حاجه ان هو بيتعامل معايا يعني نفسيا. ده اه ده ده مهم الكهرباء انا اهم حاجه. هو لما جه وانا اتكلمت معاه قلت له انا مش انا يعني انا نفسي العب كل ماتشات ونفسي نكسب ونفسي اعمل حاجات كتير قوي مع النادي وكده بس يعني انا مش قادر اتكلم معاك العب او ما العبش دي وجهه نظرك انت وانا تحت امرك في اي حاجه بس اهم حاجه انا تعاملني نفسيا. يعني انا ما مش عايز اي حاجه خالص العب ما العبش. انا انت محمود ما بتجيش بالعند صح؟ ما بتجيش انت شخصيتك ما بتجيش بالعند. لا انت عايز حد يقعد معاك كده ويكلمك بالراحه ويؤمن بيك ويوصل لك المسج دي ان انا مؤمن بيك. انت رجل مهم جدا انت رقم مهم جدا بالنسبه انت الشخصيه دي صح؟ انا بحب ما بتجيش بالعكس لا يعني. لا لا العكس لا انا بحب يعني انا يمكن انا بحب الناس كلها والله العظيم. يمكن انا ما بكرهش حد في حياتي يعني ما بحبش اكره حد بس ساعات اندفاعك بيبين شويه غير شخصيتك الطيبة دي يعني غير انسانيتك. انا هفضل اقول ان كهربا عنده انسانيات ساعات طريقتك او ساعات الموقف بيخليك يعني يبقى في رد فعل الناس بتفهمك غلط او يعني فاهم ببقى غصب عني والله. فاكر اللي كانوا مراهنين عليك انك هتفشل في الاهلي فاكر؟ كنت دلوقتي اقول لهم احنا فين دلوقتي؟ احنا لسه بدري أو لسه ما لحقناش صح؟ انت لسه ما عملتش حاجه. انا عايز اقول لك على حاجه. يمكن الناس الفتره اللي فاتت دي قعدوا يتكلموا كتير هو عمل ايه من ساعه ما جه الاهلي هو لسه ما عملش حاجه اصلا مش عارف ايه وانا اصلا ما لعبتش يعني. عايز اقول حاجه والله انا عايز اقول حاجه على حاجه. انا بالظبط يا كابتن يمكن لو عديت الدقايق اللي انا الدقايق انا حسبها دقايق انا جايب 6 اهداف وعامل 4 اهداف في وقت دقايق قليل جدا في عدد قليل وما لعبتش مثلا ماتشات اساسي كتير ويعني ما خدتش لسه طبيعي. ما لعبتش فرصتي انت عارف اللعيب بيجي يعني. مع الماتشات وكده فيمكن انا كنت بسمع بعض الكلام ده كنت بصراحه بتضايق بس ضايق وتحفزك يا كابتن. طب ما هو ده اللي بيديني الدفعه بالظبط لان يا كابتن انا لسه يعني لما العب والعب ماتشات تعالوا بقى اتكلموا براحتكم لكن الحمد لله يعني يمكن ربنا كرمني في الفرقه دي بثلاث بطولات يعني بطولات يعني ما فيش احسن من كده ان شاء الله. بتبقى نازل قاصد تدخل جون يعني بتبقى نازل قاصد حاطط ان انا لا انا هسجل النهارده ولا بتيجي كده مع ربنا؟ لا لا كل ماتش انا لازم يعني انا كل ماتش بقعد اتخيل كده لا اما هجيب جون لا اما هعمل جون عشان اساعد زمايلي ما فيش حاجه تاني. ده بيبقى تفكيرك بس تفكير ان احنا ان انا اعمل جون او اجيب جون. وانت ما شاء الله انت في كل في كل الماتشات كان مؤثر وده اللي بتكلم عليه يعني كهربا مؤثر للفرقه واحنا كمان بنحس يعني انا مدرب وعارف بحس ان في الشكل بيتغير شويه الشكل الهجومي بيتغير لايجابيه شويه في خطوره شويه لان كهربا من نوع هو بيحب يروح على الجول بمعنى صح يعني دايما بيبقى قريب من الجون دايما حابب ان حتى لا ضيع يعني الماتش اللي فات عمل جون رائع وجات له كذا فرصه وهو بيحاول بقدر الامكان بشماله كان هيجوا اتنين مش اوف سايد لا مش اوف سايد بس يعني المهم انك موجود في المكان المناسب في الوقت المناسب. طبعا عمليه تحسين الاداء ديت في الفينشنج ده تدريب اكيد وانت بتتمرن عليه لكن هرجع للموسيماني وعلاقتك بيه ودايما في صور كده متعلقه بعد المباراه وانت مثلا بتقول له حاجه حتى بتقول له في الماتش حاجه يعني العلاقه اللي انت بتتكلم عليها دي علاقه جيده جدا وفي نفس الوقت بتدي كهرباء للشخصيه اللي محتاج الثقه ديت يعني بس يمكن هو بيتعامل مع اللعيبه كلها يعني يمكن دايما يعني المدير الفني اللي عايز ينجح يخلي اللعيبه كلها تحبه اللي بيلعب ما بيلعبش ودي الميزه في مستر موسيماني اللي هو بيخلي اللعيبه اللي ما بتلعبش بتحبه لانه بيتعامل معاهم نفسيا بيتعامل معاهم بيتكلم معاهم صاحبكم صاحبكم زي بالظبط زي اخونا فدي يمكن منجحانا الفتره اللي فاتت دي كلها حتى الفريق كله برده يعني احنا بدانا بقينا نقعد مع بعض بعد قبل كل ماتش بنقعد نتكلم مع بعض يمكن زمان ما كانتش موجوده كتير يعني. موجوده كتير لا دلوقتي قبل كل ماتش لازم نقعد ونتكلم مع بعض زمان ايه قبل ما موسيماني يجي يعني من فترة طويلة يعني عشان يمكن انا ما اعرفش انا سالت يعني عدد الاعداد يعني انا جيت النادي الاهلي يعني وكده يعني طبيعي بنبقى بنقعد قبل كل ماتش بنتكلم احنا كلعيبة بس يعني بنحفز بعض يعني عشان ننزل كلنا يعني يكون كله جاهز
بس فيمكن الفتره اللي فاتت دي كنا بنقعد كتير بقى ونقرب من بعض اكتر، يعني يمكن ده السر البطولات دي بتيجي من كده. وكمان يا كهرباء عدى معاك كلامك وليد سليمان ومؤمن واللقطه يعني ده انا يعني بالظبط يعني لقطه حلوه قوي افتكرته. طبعا زمايلكم بتتكلموا ان احنا بنقعد مع بعض، وليد ربنا يا رب يشفيه، وكمان مؤمن اهديتوا له ما شاء الله بطوله افريقيا وبطوله الدوري وبطوله الكاس، يعني ما شاء الله عليكم حتى في الجزئيه ديت رابطين مع بعض كويس قوي. يعني يمكن كابتن انت عارف حاجه طبعا، يعني حضرتك طبعا تاريخ كبير ولاعب كبير، يعني لما تبقى بتاخد بطوله بتبقى يعني بتنسى المفروض بتنسى اي حد يعني بتنسى اي حد بجد يعني. وكمان البطوله بتيجي بعد معاناه تبقى في حته تانية خالص بقى، مش شايف اي حاجه خالص يعني. فبطوله افريقيا لما خدناها وكاس مصر كنا على طول على تليفون يعني كابتن وليد ومؤمن زكريا طبعا يعني اخواتنا. ويعني انت اللي كلمت وليد ولا وليد اللي كلمك؟ لا ده وليد كان الدكتور، الدكتور كان بيتكلم مع وليد على طول. الدكتور وفاي يكلم وليد على طول على التليفون فدهولك على طول. احنا خدت وحشني انت اللي خدت تسمى. قال لي شيل الميداليه. قلت له حاضر شيل الميداليه. لا طبعا كابتن وليد يعني لعيب كبير ومفتقدين والله العظيم الفتره اللي فاتت دي، يعني يمكن من اللعيبه يعني الاعمده الرئيسيه. كان بيقول لك ايه لما انت كنت سامعه قوي كل شويه ايه؟ ما هو كان بيقول لي شيل الميداليه وانا مستني. بس كده قلت له مفتقدينك والله، وان شاء الله تكون طبعا واحنا كمان مفتقدين السوبر الافريقي ومصر يكون معانا ان شاء الله وتجيبه. ومؤمن زكريا طبعا بقى بقيت حاجه، بس قلت له استنى اخد سكرين شوت عشان خاطر ابقى انزلها بعدين. ربنا يشفيه يا رب يا رب. عايز اتكلم عن مؤمن ده بالتفصيل بقى ليه كده، ايه يعني حاجه كده كبيره كده لوحدها على جنب. وليد ده من اللعيبه المؤثره، بيلعب في الملعب مش بس لعيب كقائد كمان. بيفرق في ايه بقى مع واحد زي كهربا او باقي زمايلك تاثير غيابه محمود؟ لا يمكن كتاليت طبعا يعني من اللعيبه يعني لعبة تقيله، اذا كان لعب اساسي او نزل مؤثر في حاجه هتحصل، هيجيب جون هيعمل جون يعني بصراحه. يعني يمكن خبرته ويمكن هو مفتقدينه في يعني في حاجات كتير قوي يعني في ماتش يعني ماتش مثلا بتاع طلائع الجيش اللي فات ده كان ممكن هو يخلصه وينزل يخلصه مثلا في الشوط الاضافيه، او مثلا كان ماتش الزمالك كان ينزل يخلصه برده. يعني لعيب مؤثر بصراحه يعني عشان كده مفتقدينه. وكمان غير كده هو بيتكلم معانا، لان برده هو خبره وتاريخ ولعب الماتشات دي كتير. لا لا هو شخصية محترمة وحبيب يعني، ونتمنى له يرجع بسرعة بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. قال لك يرجع إمتى ولا ما فيش؟ ما المشكلة بقى والله الكورونا ديت يعني مش فاهمينها والله العظيم. أتكلم يعني بجد والله مش فاهمينها يعني. أنا يمكن ساعات لما كنت تعبان أصلا أنا ما كانش في حاجة، ما كنتش حاسس بحاجة خالص والله يا كابتن. ما في، أنا عمال قاعد وعازل نفسي خالص، وبقول لمامتي وبابايا يمشي وأختي، ما حدش عايز يمشي، كل شوية قاعدين على الباب يعملوا لي اكل ويحطوا لي على مش عاوزين ويدخلوا لي اوضه، بس كانوا لابسين الكمامات اكيد يعني. اكيد فكل شويه كل يوم كنت بعمل اربع مسحات كل يوم بالليل بتطلع الصبح. اصل انت مش حاسس بحاجه فاعمل مسحه عشان اشوف. انا كنت على امل بس إن انا كنت على امل ان مسحه تطلع سلبيه عشان بس كنت بستعد لمسحه الكاف يوم الاربعاء. يوم اربعاء انا قعدت يا كابتن والله من يوم الخميس عملت اتنين بالليل، ومن يوم الجمعه لحد يوم الثلاث بالليل كل يوم اربع مسحات ثلاث مسحات كل يوم بقى من معامل مختلفه، على امل انك معامل مختلفه عشان اشيء اصلا كل يوم يا كابتن قاعد مفيش اي حاجه ولا مثلا هو ليه اعراض يعني في ناس كتير جالها فبكلمهم في ايه بطن وجعان دماغ وجعان مصدع مش جسمه همدان سخن انا مفيش اي حاجه وقاعد يا كابتن. ففي اخر بقى بالظبط كان يوم الاثنين فتحت الباب بقى خلاص يعني قلت هعيش بقى في البيت انا مش هقعد يعني. انت قبليها خلطت حد وعملت حاجه ولا اي حاجه ولا اي حاجه خالص يعني ولا انا يعني انا يمكن دايما بلبس الكمامه يعني دايما بلبس الكمامه مش عشان الماتشات مهمه يعني ما ينفعش الواحد يبعد في الماتشات دي خالص طبعا فجيت قعدت بقى في المسحه الاخيره يوم الثلاث اللي عمل لي المسحه بالليل قال لي يعني خلاص انت على امل تكون بكره يا رب ده قبل المسحه بتاعت الكاف وانا بقى كابتن بقى يعني كلمت كل دكاتره العالم كل الدكاتره في العالم كلمتهم ايه بسرعه يا واد عشان المسحه انا مش حاسس بحاجه وجسمي سليم عشان بس الحق الماتش كتير بقى خدت كل حاجه. انت بالنسبه لك الماتش ده كان حياه وموت يعني الماتش ده بالنسبه لمحمود كهربا كان مختلف عن
خدت بطولات كتير وشاركت والله يا كابتن. فقول لي احساسك بالنسبه لماتش الاهلي والزمالك في البطوله الافريقيه ده كان ازاي يعني؟ يعني ما كنتش بعرف انام اسبوع، ما مش عارف انام، كل شويه افكر فيه يعني. مش انا مش مستوعب يعني، حتى امبارح بعد ما خدنا الكاس مروح البيت فبقول لي يا اختي انت مستوعبه ان احنا لسه واخدين بطوله افريقيا من اسبوع يعني؟ فات عليها اسبوع. طب ازاي واحنا كنا قعدنا مثلا شهر بالظبط كنا عمالين كل يوم نفكر وضغط عصبي وعلى علينا بيمر بصعوبه قوي وانت كابتن داخل ماتش يعني لا قدر الله كان حصل حاجه مثلا غير المكسب لا اله الا الله. بعد الفاصل بقى نتكلم بالتفصيل كان حصل ايه يعني. لا بص، هي مباراه مهمه لحاجات كتير جدا. الكهرباء اول كابتن الزمالك، مباراه تاريخيه، نهائي افريقيا، التاسع، يعني حاجات كتير حلوه. بس كابتن يعني انا ممكن احنا خدنا، انا خدت اول مره خدت حفلاتي الدوري ابطال افريقيا وخدت كمان مع بيتي. بس والله يمكن تاني يوم دخلنا ولا فريق ولا في اي حاجه والله يعني بجد عادي، متعودين عادي والله متعودين عليه عادي، واخدين الكاس و خلاص بكره بعد بكره عندنا تمرين اشوف الدنيا فيها ايه. والله العظيم مفيش اي حاجه عادي. ما هو خلاص بقى احنا زي ما بقول لك في النادي الاهلي كلنا واحد. النادي الاهلي هو النجم يعني، حتى كلنا كده بنفرح النادي الاهلي هو اللي بيفرحنا، لكن مفيش لعيب مفيش حد مثلا نجم، لا النادي الاهلي هو النجم. دي احلى حاجه يعني بصراحه. بعد الفاصل كواليس تتويج النادي الاهلي بلقب دوري ابطال افريقيا بالتفصيل مع كهربا. في حاجات واماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل على الأهلي وبطولاته هيقولك وسع الأرض، وكفاية على الأهلي إنه الأهلي نقطة ومن أول الصد. نوفمبر 2020 يوم سيخلد في ذاكرة مصر وذاكرة النادي الأهلي، يوم التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا. محمود عبد المنعم كهربا كان واحد من الأبطال اللي شاركوا وكان ليهم دور كبير جدا، ويمكن برضو كفاية حماسك يعني. أنا حتى في الانترو لما بقولك يعني لقطات الكاف في الكواليس أو على الدكة، دكة البدلاء، وانتوا قاعدين وانت بتتكلم وعمال بتسخن، هتنزل مش هتنزل، هتعمل ايه مش هتعمل ايه، جايه هو بيقول لك انت اللي هتكسبنا البطولة دي، قلت ان شاء الله ان شاء الله. احكي لي بقى على الكواليس دي، احكي لي على المعسكر اللي فضل 5 ايام من بعد ماتش ابو قير، ايه بقى الدنيا كانت عاملة ازاي؟ يمكن رحت لهم على اخر المعسكر يوم الاربعاء، حضرت الاربعاء والخميس ولعبنا الماتش. ف كنت انا وسعد سمير يعني لما جيت من الاربع، فكانت الدنيا كانت يعني مركزين بقى وتحت ضغط كبير يعني كل لعيبه.
فبيني وبينك انا وسعدي كده يعني قلت له بقول لك يا سعد زين روق الدنيا كده فك الدنيا شويه عشان مش هينفع التنشانه اللي احنا فيها ديت يعني كنتوا متنشنين فعلا يا محمود مركزين شخصيتكم انتوا يعني الاثنين هو... لا مش انا وسعد اللعيبه مركزين بجد يعني عندنا ضغوطات رهيبه لازم نكسب الماتش ده فانا وسعد قلنا لا لازم يعني حتى يعني يعني نفك شويه اللعيبه بحيث ان يضحكوا شويه يفرفشوا فاهم لان كان علينا احنا كان علينا مسؤوليه كبيره قوي حتى سعدي كان اصلا بره الماتش خالص كان معانا في المعسكر وبصراحه يعني بروحه وكان معانا وقاعد جنبينا و... وكنت انا وهو بقى على الفطار على الغداء على العشاء نقعد ننقش بقى اللعبه كلها بقى نقعد بقى انا وهو كده قاعدين على ترابيزه واحده و... والاكل هنا فكل لعبه تيجي بقى قدامنا كل واحد معدي لازم بقى ياخد يعدي على كهرباء لازم يعدي علينا ومش... وسعد ونهزر ونفك الدنيا و... ورحنا الماتش بقى طلعت قعدت في المدرج كده لقيت برده سعد جنبينا برده قلت له بص بقى ما تقوليش ده خالص انا بقى خلاص لما بروح الماتش دماغي بتفصل خالص عن كل حاجه فانا مركز ان احنا هنكسب بس ازاي بقى ازعق بقى انزل اعمل اي حاجه لازم هنكسب هنكسب فانا انا قاعد الجونجي بصيت لسه قلت له هنكسب هنكسب 3-4 بجد والله العظيم قلت له هنكسب 3 سعد قال لي ان شاء الله بس سعد برده كان عنده قلقان شويه في قلق لان برده سعد برده لعيب يعني لعب برده خبرات يعني و... فلما جه فينا الجون انا بقى وقفت على الكرسي ده جول شيكابالا اول ما جه جول شيكابالا اول ما جه جول شيكابالا بتاع 1-1 خمس دقايق بعدهم بالظبط انا قاعد بقى مصدوم لان لقيت ان هم ماسكين مسكوا الملعب شويه مسكوا الكوره وعمالين يلعبوا فمش عارف انا اعمل ايه يعني ما وفي نفس الوقت انا ما يعني شكلي هنزل بين الشوطين مش عايز يعني نفسي وضغطي وعايزه اهدى عشان لما انزل ابقى كويس كل لما اقوم ازعق اللعبه بتقول لي اهدى اهدى عشان انت هتنزل كل فبين الشتين بقى سخنت انا وجيراردو وبعد كده نزل رجعنا سخنا بقى عند الدكه فاحنا كان في كاميرات كتير قوي قوي يعني لا انا بجد يمكن في كاميرات من كل حته وانا انا اللي في قلبي على لساني يعني على طول اللي في قلبي على لساني بقول اللي في قلبي على طول فانا مركز مع اللعيبه خلاص نسيت ان انا بسخن خلاص انا قلت ايه جيراردو سخن كويس عشان ايه هتنزل انا خليني كده بقى قاعد اصعد بقى ازعق بقى وقاعد احفز اللعيبه و... فكل ما فيش لعيب غير لما سمع صوته يعني سمع صوت اسمه. سمع صوت باسم على طول وانت اللي بتندع عليه قفشه وحتى الشناوي شناوي وركز ربنا يكرمك فاهم كنت على طول بتكلم بص مع كل لعيب لازم اقول انت حاسس ان انت حاسس انك عايز تطلع حاجه حتى وانت بره الخطوط عايز توصل حاجه عايز تحس انك جزء من اللعيبه جوه الملعب فبتوصل لهم صوتك فده ده ده مهم لكن كمان مهم انك وده جزء ليك انك في وقت من الاوقات لا انا كمان مركز ان انا يعني فاهم ان انا لو نزلت هتطلب مني حاجات معينه حلو انك تكون دي روحك في الملعب وحلو انك تكلم زمايلك كويس قوي في نفس الوقت لازم يكون كمان في جزء زي ما بيقولوا كده اللي هو اليقين لا اليقين. هو يعني يتمالك شويه اعصابه ويبقى اهدى لان ده هيساعدك كمان لما تنزل الملعب يبقى شكلك افضل انت فعلا صح يا كابتن انا يمكن بصيت لنفسي كده في الفيديوهات قلت انا بعمل ايه بجد والله قلت انا بعمل ايه وانا ليه بعصب نفسي وبتعب نفسي افرض نزلت ماسك 45 مش قادر اكملهم لانك عملت مجهود عملت مجهود كبير فبس يمكن انا كابتن يعني ما بحبش اكون يعني ماليش لازمه ما انت عايز تثبت ان ليك دور وكمان يمكن حتى يمكن الكاميرات لما كانت كل الكلام اللي بقوله تلقائي يعني طالع من قلبك ناس كتير لا يعني يمكن والله يمكن بشوف قلت لك ده شو وحركات شفت حاجه كده شو وحركات اصل كده يعني انت حضرتك مش محتاج ان انت تعمل شو ولا محتاج حركات يعني حضرتك مثلا انا لو وقفت في بلكونه واتصورت ونزلتها عندي مصر كلها هتعرف ان انا واقف في البلكونه يا محمود انت شفت لما يعني مش 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 محتاج بجد اللي هو اصل انا يعني مثلا بعد يعني الجمهور يقول لك اصل حركات شو هو بيحب ياخد اللقطه اصل مفيش لقطه وكمان يعني انا يمكن في النادي بتاعي يا كابتن يمكن معلش انا بس هدخل في الصوره كده يمكن جابوا لي صوره كنت بعيط في ماتش النجم الساحلي مع الزمالك أوكي. قبل النهائي فكنت انا جايب جون هنا كسبنا 1-0 فروحنا هناك فواقف على الدكه حاسس ان الماتش بيضيع مننا خلاص كان 0-0 واللعيبه ضاغطه وكان جنيش اتطرد فحاسس ان الماتش بيروح مننا وانا ما بحبش اخسر فانا بيصعب على نفسي يعني بسرعه فبعيط لوحدي ف
فجيت برضو امبارح انا بعيط فقال لك ده بيمثل مش عارف ايه، بكيت برضو من قلبك ورفضت ان انت تصور الكاس. الكاس ده خامس كاس ليا، خامس كاس مصر ليا، يعني حاجه بالنسبه لي تاريخيه يعني. فكان نفسي ان احنا ناخده. وكمان انا ككهرباء نفسي ما فرطش في ولا بطوله يعني بالنسبه لي طبعاً. حاجه فكو اي حاجه بعملها ما يعني هي بتلقائيه ومن جوايا. بص كهرباء انا عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك حاجه علشان يعني انا برضو عندي خبرات في الحاجات دي شويه، وانت لعيب كبير، لكن خلي دايما خلي عندك ثقه كمان ان جماهير النادي الاهلي بتبقى عارفه الكلام ده. يعني فعلا جماهير النادي الاهلي عارفه كويس قوي كهربا بيتعامل ازاي، كهربا واخد الدنيا ازاي، كهربا مدى حبه للنادي الاهلي موجود دلوقتي بشكل اكتر من رائع، مدى التزام كهربا وكهربا بشكله وصوبه الجديد دوت اللي يليق على النادي الاهلي. خليك مركز في الجزئيه ديت وقلل شويه منك تحط نفسك تحت ضغوط، اصل نزلوا لي صوره هنا، اصل كلموني هنا. ده نصيحه من اخ كبير ليك، لان انت عندك امكانيات وانا متاكد من امكانياتك. ما تهدرش طاقات كتير وعصبيه كتير في جزء مش هيفيدك في الملعب. حط كل تركيزك وطاقتك في النادي الاهلي، في لعيبتك، في اصحابك، في حبايبك، في اخواتك، زي سعد سمير اللي معانا دلوقتي على التليفون. يا سعد معانا على التليفون. مبروك يا حبيبي، الف مبروك حبيبي يا كابتن هاني. الله يبارك في حضرتك، وبرحب بالتهام، برحب بكهربا ومنورين. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ انت اخبارك ايه؟ والله كله تمام الحمد لله زي الفل. احنا طبعا انت كابتن محمود كهربا، بس انا عايز اسالك، هو كام دلوقتي لسه جايب سيرتك وبيقول ان انت شويه يعني كنت مقلق في نهايه افريقيا، كان القلق ده سعد يعني جاي من ايه؟ والله اللي كان قايلين اكتر واحد كهربا. ليه ليه يا سعد؟ ابو غاليه ماشيين كويس اهو، الراجل بيتكلم عنك كويس. ابو غاليه يا خاين. والله انت اللي خنتني. اه يا خاين ليه يا سعد؟ هو يخني على طول. لا يا كابتن، لا قول لي يا سعد. بص هو الراجل بصراحه يعني عشان يعني الامانه وانت مش موجود على الشاشه معانا، الراجل بيقول ان سعد يعني حتى رحت المعسكر وسعد كان من يعني بتقوم بدورك ككابتن فرقه، بتقوم بدورك كقائد للفرقه، حتى مش موجود في القائمه. وانتوا في وقت من الاوقات حسيتوا سعد ان في تنشن زياده، ان اللعيبه عصبيه بشكل اكبر، فحبيتوا برضو تفكوا اللعيبه شويه، وبالذات على الفطار. عايزين تفتكر لنا كده كام واحد هو معدي على الفطار وقلت له ايه يعني؟ والله يا كابتن زي ما كهربا قال لك فعلا كان في قلق قبل النهائي، كان في يعني حرص مننا على البطوله. يعني هو من كتر الاحداث اللي قبل الماتش الناس نفسها في البطوله، صحيح حد عنده كلام على البطوله، ان الجمهور يعني زي ما البلد كده الناس هتموت ونكسب البطوله. ده حقيقي. فكل ده وصل لنا كابتن هاني في المعسكر، وكل ده حسيت بيه. يمكن في ظروف كمان حصلت لنا، كل واحد كان عنده ظروف خاصه، لاصابات الكورونا اللي حصلت. كهربا لما جات له انا والدتي ووالدي واخويا جالهم كورونا قبل المعسكر بيومين، وكان الكابتن بيتكلم معايا وقال لي لو عايز تبقى موجود معاهم ما فيش مشكله، بس انا كنت حابب اكون على الفرقه وموجود في حدث مهم بالنسبه لنا، ونهائي افريقيا ومعسكر مهم محتاجين نتلم كلنا. فكنت موجود مع زمايلي، كان عندنا ظروف صعبه كلنا في الفرقه قبل المباراه دي. صحيح. لكن بصراحه اللعيبه كابتن هاني كان عليها دور كبير جدا، يعني دايما لعيبه النادي الاهلي بصراحه طول ما اللعيبه انت بتاخد منهم الثقه وبتاخد منهم المسؤوليه وبتاخد منهم تبص في عينيهم تحس ان اللعيبه شايل المسؤوليه انت بتبقى مطمن. فاحنا الحمد لله دخلنا المعسكر، يمكن من كتر التركيز في المعسكر الزياده وكتر بنخبط في بعض في التمرين جامد، في ضرب جامد، في تغيير، كل واحد خايف، كل واحد حريص على التعليمات، فابتدينا نتنشن على بعض في التمرين. اللي هو كابتن هاني انت عارف، انت مدرب وعارف ان اللي هو التنشان الايجابيه، ان كل واحد خايف على الثاني، كل واحد حريص على تنفيذ تعليمات الراجل. كنتوا بتتعصبوا يا سعد على بعض يعني؟ كنتوا بتتعصبوا على بعض غصب عنكم قبل مواجهه الزمالك؟ كان في لا كان في شده جامده في التمرين. في التمرين لا يعني يقصد في التمرين اللي هو كل واحد حريص على زميله، وكل واحد كمان نفسه انه يشارك، وكل واحد عايز يبقى موجود في الفرقه. التنشن ده سعد ساعات بيوتر اكتر، ساعات بيبقى نازل الملعب شايل ضغوط اكتر شويه وتاثر عليك. ويمكن انت كان ليك دور انت وكهرباء انك ترفعوا شويه الضغوط ديت عن اللعيبه وتبداوا. مهم يا سعد التركيز، لكن كمان مهم الروح الحلوه، الضحكه، انك تخرج شويه عن التركيز ده برضو مهم، وده انت يعني انت وكهرباء قمتوا بيه بشكل كويس يعني. بالظبط يا كابتن، هو كتر ان اللعيب حاسس بالناس قوي وحاسس بالمسؤوليه وبالضغوط
القصه ابتدى الموضوع لا يا جماعه مش هينفع نلعب، احنا متنشنين واحنا مش صحيح بطوله واحنا مركزين فيها واحنا شغالين كويس، واحنا زي ما بدانا بدون كابتن احنا مذاكرين من بدري، يعني احنا الحمد لله مذاكرين من بدري ومخلصين كل حاجتنا والراجل حط التكتيك وحط السيستم اللي كنا هنلعب بيه، فابتدينا بقى نبتدي ايه بقى عشان تبقى هاديه نبتدي نشوف حاجات كده خفيفه، نبتدي نفك الدنيا شويه علشان خاطر نخش على الماتش والامور ويمكن لو لاحظت كابتن هاني حتى في الماتش الموضوع ده برده خد مننا شويه طبيعي لحد ما رجعنا طبيعي خد مننا شويه لحد ما رجعنا وابتدينا بقى نلعب كورتنا ونعمل شغلنا صحيح فابتدينا نفك الدنيا شويه. وبعدين برده يعني للامانه برده مش عشان كهرباء معاكم بس وجود كهرباء لما الناس طلعت سلبيه برده ادانا دفع معنويات كويسه لان كهرباء من الناس اللي تقلنا في الناحيه الهجوميه وفي الشكل الهجومي طبعا فكلنا كنا مبسوطين ان كهرباء يكون موجود معانا لان يفرق معانا طبعا في ظل الغيابات الموجوده وكهرباء طبعا لعيب مهم بالنسبه لنا. واسالوا بقى لما جه اول تمرين عملت ايه يا كابتن هاني؟ قول لي بقى اول تمرين عملت ايه؟ انت كده صاحبي انت كده صاحبي بص بقى انت صاحبي مش خاين مفيش خيانه خلاص عملت فيها سعد قول هو مش هيقول هو خلاص كده انت مريح بقالك اربع ايام فخدته جريته اطوال لحتى ما قطعت نفسي خدت زودت فيتنس انا بقى خمس ايام على السرير ما اتحركتش قال لك تعالى قال لي يلا نجري راح خدني راح جرينا بعد اطوال التمرين؟ بعد التمرين على طول يوم الاربعاء اطوال اللي هو طول الملعب رايح جاي 10 مرات بس فاتح خطوه يعني وهو طبعا بقى بيجريني يعني عشان لسه راجع فعمال يجري قلت له عادي يعني الفتره الجايه هتجيلي انت برده انت تعبان ولا هجريك بس هو اعمل له 20 طول مش 10 لا هو تعبان سعد لا ربنا يشفيه ده سعد يمكن يشفيه على خير يعني بشكره على الكلام ده يمكن سعد جنبي في الباس انا وهو جنب بعض فاحنا رايحين الماتشات ورايحين التمارين فبنقعد نتكلم ذكريات بقى بنضحك ضحك غير طبيعي فيمكن سعد حكى لي كده قصه في وقت المعسكر دوت فقلت له طب انت بتعمل ايه جنبي يعني مثلا والدته ووالده واخوه كورونا واخوه تعبان بيعمل عمليه في المستشفى مره يعني كلهم مره ومراته بتولد يعني سعد جاب غاليه ان شاء الله او الشاه حلو علينا على طول يعني بعد بعد مبروك مبروك مرتين يا سعد بعد النهايه على طول ربنا يبارك فيك يا كابتن هاني الحمد لله ربنا ان شاء الله تتربى في عزك قلت له انت والله العظيم قلت له تعمل ايه هنا طيب قلت له روح لا خلاص روح انت اقعد معاهم يعني مش هو مش عارف بقى يعني هيعمل ايه يروح بقى لاهله ولا مراته فبصراحه يعني كان له دور كبير قوي يعني في الماتش ده وفي المعسكر ان هو قعد الاسبوع كله وكان هو قاعد جنبي وشغال تليفونات مع بصراحه يعني مع لا وبعد وبعد النهائي بقى انت اللي رقصتهم كلهم ورقصت الاجانب ورقصت اللي مش اجانب ورقصت عم حارس ها البطوله كان كبيره وغاليه علينا يا سعد وحدث كبير جدا ان هو كهربا عارف نص اللعيبه عندنا ما بيعرفوش يفرحوا هو لازم حد بالظبط لازم حد يفكهم يا سعد افريقيا افريقيا كمان حاجه يعني ما بتتكررش يعني كتير فعلا مش حاجه قليله فطبعا ما ينفعش اليوم يعدي كده يلا نشيل الكاس ونروح نروح يا جماعه لا صح انت صح صحيح يا سعد انت خدت بالك ان المدرجات ما كانش فيها ناس فعلا بس والله العظيم المدرج فعلا كان بيتهز سمعت اسمك اكيد سمعت كل اساميكم احنا كمان يمكن بعد الماتش واحنا فرحانين بقى راح خدت سعد كده قلت له يلا تعالى انا هنروح فين خلاص احنا تعبنا انا قلت له اخر 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 حاجه بس هنروح الناحيه الثالثه شمال راح لسه سعد راح جاب الفريق كله قال لهم يلا عشان نروح الثالثه شمال والشناوي وراح قال لهم يلا رحنا هناك وقفنا لكنهم موجودين يعني من حي الجمهور صح حيتهم ورجعنا يعني يمكن حتى في يعني يمكن بقول لك كابتن هاني التفاصيل ديت يمكن ربنا بيكرمنا عشان الناس دي كلها يعني دي حقيقه التفاصيل يعني الصغيره دي طبعا فالحمد لله يعني خلاص انت كده مش خاين انت كده صاحبي ايه موضوع الخيانه ده هو عمل ايه فيك لا هو احنا بنبقى قاعدين على الاكل احنا بنبقى متفقين ان احنا يعني ايه ما نتريقش على بعض محدش يدخل ما تقدر ما اوعى تعمل مع سعد معاهده ما تتريقش على حد كابتن والله انا بقوم انا بس بقوم من جنبه هو جنب بقوم من جنبه اروح اجيب بس اكل وانا بجيب الاكل بس كده بيتكلم عليا على طول مع الترابيزه بتاعتنا اوعى تدي ضهرك لسعد حتى بدر بنون لسه جديد وقاعد معانا على الترابيزه بتاعتنا عمال يضحك قال لي لا السنه دي كلها على والله العظيم بدر قلت بدر بنون ولا لسه سعد والله يا كابتن انا مش عايز اخوفه من هنا شويه يلعب ماتشين ثلاثه معانا وياخد علينا وبعدين نقلده بقى طب انت ايه رايك في اول مباراه بالنسبه له طبعا يعني مباراه كانت اول مباراه بالنسبه للاعب اكيد هو لاعب كبير لكن مباراه مهمه في نهائي كاس مصر وكمان انه دخل عنده مسؤوليه تسديد ضربه جزاء في اول مباراه دوليه بالنسبه له شفت بدر بنون ازاي يا سعد والله كابتن هاني يعني انت عارف طبعا هو انا لعيب زيه
ومعناته الفريق يعني الواحد ما بيبقى كشخصيه صحيح. لا مش تقييم فني، انا اقصد تقييم كشخصيه. هو لعيب طبعا يا كابتن هاني كبير، يعني هو لعيب منتخب المغرب ولعيب نادي الرجاء نادي كبير، يعني من الوداد والرجاء اكبر ناديين في المغرب، ده الاهلي والزمالك. فهو عنده حته الانديه بالانديه الكبيره، احنا عندنا ضغوطات كبيره في النادي الاهلي وهم برضو في الوداد وفي الرجاء نفس الضغوطات، بيلعبوا على المكسب، فهو عنده الحته دي موجوده، يعني الحته دي موجوده، وان هو يلعب في نادي كبير ومتعود على المكسب والبطولات دي حاجه موجوده. لكن هو لما جه النادي الاهلي انا كنت كل شويه بساله مبسوط، الدنيا كويسه، مرتاح، في حاجه مضايقاك، محتاج حاجه، نتكلم مع اللعيبه. هو شخصيه هاديه جدا، ما بيتكلمش كتير. فانا بالظبط يعني كابتن الفريق طبعا، وده دورك طبعا يا كابتن، ككباتن بنقعد نكلمه ندخله في الفرقه يعني دورك. لكن هو كابتن هاني عنده مميزات كلاعب كره طبعا كويسه جدا، هفتنا. هو عنده ثقه في نفسه، وهو من الناس المميزه في ضربات الجزاء سواء ضربات الجزاء او الفاولات بيشوطها كويس، وعنده هدوء وعنده كره كويسه، من الناس اللي بتعرف تطلع كره بشكل كويس، فهيفيدنا طبعا مع المجموعه اللي موجوده ان شاء الله باذن الله. وانت يا سعد ان شاء الله ترجع بالف سلامه، انت كمان من العناصر المهمه جدا جدا جدا، وعندك خبرات كبيره كقائد للفرقه، وكمان على الامكانيات الفنيه كبيره جدا، ان شاء الله ترجع كده وتكون كمان عضو بقى مؤثر اكيد داخل الملعب، وتحصل على بطولات كتيره ان شاء الله. افتكرت حاجه كهربا وضحكت ولا سعد شكله افتكرك؟ خدت انا كهربا معايا، خدت المكافاه ولا لسه؟ انا عارف والله، لسه مستني كهربا، ده ايه اللي بقى؟ ده ايه اللي اخش معاكم في المباراه؟ قول قول لي لا دي ليه؟ قبل الماتش قعدنا نتكلم، فكان هو طبعا كسعد من كابتن الفرقه، انت سايب الكلام كله وماسك في اخر حته. انا هقول، انا لسه هتكلم والله، استنى بس خليه يكمل. هقول الكلام كله، ماشي هقول لك الكلام كله. فسعد قاعد الشناوي وايمن وقاعدين، واللي عايز يتكلم يتكلم، فهو سعد اللي بدا الكلام، فاتكلم بقى يعني بصراحه، يعني كلام قعد مثلا 5 دقايق يتكلم كلام حلو قوي جدا. لازم نكسب البطوله، وانتوا رجاله وانتوا قدها، يمكن في لعيبه كتير ما خدتش بطوله افريقيا ديت، مظبوط، يمكن انا خدتها بس انا عاوزها تاني، وانتوا ان شاء الله هتجيبوها، وقعد يحفز اللعيبه بقى ويتكلم. ده هو ورامي وليد بس في يعني من يعني الوحيد اللي فيه وبعد كده هو ورامي وليد بعد كده اللعيبه بدات تتكلم، فكل اللي بيتكلم يقول لك احنا زي ما قال سعد زي ما قال سعد، فكل اللعيبه ايه هو الكلام اللي سعد قاله احنا عايزين نقوله. فالمهم خلاص احنا بقى مركزين، والكلام قاله صح، والدنيا تمام بقى، تمام يا سعد. ففي الاخر قال لك يعني انا معاكم اهوت، وعندنا بطولة افريقيا، بس انا مش موجود معاكم في المعسكر وماليش مكافأة. فاحنا قعدنا كلنا كده بصينا له كده، قلنا له انت بتقول كل الكلام ده كله عشان نطلع لك مكافأة معانا يعني؟ والله العظيم يا كابتن. فقلت له خلاص هديك نص المكافأة بتاعتي. قال لي ماشي هاخدها منك، قال لي كده. ده بصدق. ايه؟ بصدق. فلا هو في الاخر برضه يعني سعد فكنا في الاخر برضه يعني طبعا هو قال المفيد، وفي الاخر لازم يدينا كده واحده عشان ما هو دايما يعني سعد عنده، والناس بتفتكر ان سعد بيهزر على طول لا سعد لا سعد، سعد يعني انا شفته كلاعب وكان معايا، انا كنت ساعات بقول لا سعد كفايه تهريج، لكن في وقت من الاوقات لا هو فعلا راجل ومتحمل مسؤوليه. بس افتكرت حاجه ثانيه يا كهربا، قول يا سعد بقى كان الموضوع بتاع الاولمبياد. الاولمبياد انا واقع مع الاولمبياد ده حاجه بتاع هالك بتاع هالك. فكرني يا سعد بهالك صحيح، انا مش فاكر، قول لي فكرني. لا كنا احنا كابتن انت فاكر كنا قاعدين معاهم في نفس الفندق منتخب البرازيل. كابتن هاني كان انت عارف كان بالنسبه لنا برضه نجومه يا كابتن هاني، في نيمار وفي هالك، نيمار وهالك ويعني واوسكار طبعا واوسكار ومارسيلو واوسكار يعني منتخب البرازيل الاول. هالك طبعا انت فاكر جسمه كابتن هاني كان حاجه تخط يعني، وكل واد بقى يطلع بشفشق لبن يا كابتن. ايوه افتكرت، فانا قلت اللي كان معايا شهاد يعني عايزين نشوف هالك نقعد نتكلم معاه شويه، افكاره دي عليه صوت عليه حياتي يعني، احنا قاعدين في فندق واحد بقى يعني. ايوه زملاء زملاء زي بعضيكوا يعني، مانعين ان حد يحتك بالمنتخبات يعني، انت ممنوع تحتك منتخب تاني، كل واحد في فندق ومقفول عليه، ومن احسن الحاجات اللي لعيب الكوره هيلعبها في العالم الاولمبياد طبعا. طبعا من احسن الحاجات اللي هتقدر تلعبها في حياتك يعني. فالمهم رحت للريسبشن وقلت لها انا عايز اكلم هالك يعني في التليفون وكده، قولي له ان انا طالع له واحد صاحبي طالع له واحد صعب ما يعرف والله بجد. قالت لي لا يعني لازم تكون انت ليك علاقه بيه او تعرفه كده، ف
قلت لها انا صاحبه فقولي له بس تساعد صاحبك وكده وبتاع. فانا ما اعرفش اسمه ايه يعني. انت عارف انه هالك وخلاص، لكن الفيرست نيم انت ما هو دوني هالك بتاع البرازيل. بس قالت لي اسمه ايه، فانا بهزر شباب بس كان قلت لها اسمه ابراهيم سيد هالك. هو بقى رد عليها وقال لها ده بيهزروا مش عايزين يزعجوا كده، والامن جالنا وكده وعملوا لنا مشكله بقى وكده. مين كان بيلعب، مين كان بيلعب، مين كان بيلعب بينج بونج مع نيمار؟ كان حد برضو من فرقتنا برضو يعني. والله يا كابتن انا كنت بلعب. ايوه انا بوتريكا شباب في نيمار. ايوه صح. فطبعا نجم البرازيل ونجم مصر، فقال لك خلاص ان هو ده الماتش النهائي بقى اخلع انت وساعد. فطلع وبوتريكا كسبه بصراحه في الاخر. صح فعلا بوتريكا كسبه، وكان يعني هو فال خير. احنا عملنا الحمد لله مباراه جيده، لكن دايما ارجع سعد للروح الحلوه، ودايما ارجع للجزئيات والحاجات اللي ما بتشوفهاش الجماهير، والكهرباء معايا في النقطه ديت. في اجزاء ما بتشوفهاش الجماهير وبتقول هو اشمعنى النادي الاهلي دايما يا اخي ده بيكسب في الدقيقه الاخيره، ده ايه الحظ ده؟ الموضوع الحظ والتوفيق بتاع ربنا، لكن لكل مجتهد نصيب، والاجزاء الصغيره اللي بتعملها ككابتن فرقه والفرقه نفسها، كلام الشناوي بين الشوطين، كلام سعد قبل المباراه، حرقه كهربا وهو خارج الملعب عشان يبقى موجود في الملعب، فرحه اللعيبه كلها، الحاجات دي يا سعد هي اللي بتفرق. وهو ده يعني انا في رايي ده هو مفتاح النادي الاهلي. يمكن البطوله دي يا كابتن هاني ينطبق على الكلام اللي حضرتك قلته بالظبط، يعني بطوله افريقيا بنسبه كبيره من اسباب اللي احنا ربنا كرمنا بالبطوله الروح والعلاقه بين اللعيبه والقرب اللي كان موجود بالذات. كل ما بتقرب من النهائي كنا احنا حريصين اكتر نقرب من بعض ونلم بعض، ولو في اخطاء نحاول نتفاداها ونحاول ان احنا السلبيات نعالجها والايجابيات نحاول ان احنا نزودها. فده فرق معانا بشكل كبير جدا جدا. يعني كهربا عارف ان حاجات كتير بتقابلنا في الطريق بنحاول ان احنا نلمها، بنحاول ان احنا يعني زي ما بيقولوا ايه ننحي الحاجات دي على جنب كده عشان الطريق بتاعنا يبقى ممهد لحد ما نوصل للبطوله. الشناوي كان عليه دور كبير جدا الفتره اللي فاتت بصراحه جوه الملعب وبره الملعب. ايمن الكابتن وليد سليمان، يعني كان في ناس كتير من اللعيبه زي علي معلول، يعني معظم الناس اللي بقى لها فتره في النادي كان عليها دور كبير جدا. ففعلا البطوله دي جت بتكاتف اللعيبه وحبهم وقربهم لبعض ودايما التوفيق. يا كابتن هاني انت شفت ماتش امبارح؟ طبعا طبعا انت عملت الماتش ولعبت وعملت اللي عليك، بس ربنا بيكرمك عشان انت تستاهل. صحيح. فده بيبقى مهم جدا، فربنا يديمها نعمه ودايما النادي الاهلي يبقى في البطولات على طول يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا سعد ان شاء الله. وتنضم بقى بسرعه في اسرع وقت ان شاء الله، ويكمل ربنا يا رب يشفاك على خير ان شاء الله يا سعد. الله. ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله يا حبيبي. وهنطلع لك مكافاه يا سعد ولا يهمك، في مكافاه ما تقلقش. لا طلعوا لي يا كابتن. هنطلع لك يا سعد ما تخافش. الكابتن سيد طب الحمد لله تستاهل كل خير يا سعد. تستاهل كل خير. بالتوفيق ان شاء الله. مع السلامة يا سعد. خاين امبارح ليه بكيت بعد الماتش ما خلص ورفضت ان انت تسجل مع احدى القنوات؟ بص زي ما بقول لك يمكن البطوله دي كانت غاليه بالنسبه لي، ان قبل الماتش كان خمسه كاس كان يبقى الخامس يعني، فبالنسبه لي حاجه تاريخيه. يمكن ما على ما اظن يمكن بين اول لعيب او ثاني لعيب خدها في تاريخ مصر كاس مصر خمس مرات ما شاء الله مع ثلاث انديه مختلفه. فبالنسبه لي كان حاجه كبيره، وانا كنت ببكي من يعني من ساعه ضربات الجزاء. انت توقعت الماتش يخلص يعني يعني نعدي خلاص؟ انا توقعت ان احنا هنجيب جون ثاني 2-1 2-0 في 90 دقيقه ولا في الشوط الرابع؟ لا في 90 دقيقه. في 90 دقيقه كنت متوقع ان 1-1 قلت هنجيب اثنين لان الدنيا اتفتحت وبقينا بنروح كتير ضيعنا كتير قوي برضه كمان. فهم جابوا جون صدق في الدقيقه الاخيره 93 فانا وقفت بقى اللي هو ايه، لا في حاجه غلط. طب احنا هنكسب ازاي؟ طب دلوقتي يعني ربنا اداهم جون في اخر دقيقه دي، يعني حاسس ان خلاص ربنا هيكافئهم. فلعبنا الطرد من عندهم لعيب فلعبنا، فلما وصلنا ضربات جزاء كنت انا عارف هنكسب والله العظيم. قلت للشناوي انت خلاص هتخلصها لنا، واحنا قاعدين قلت له النبي خلصها لنا عشان خاطري كده الشناوي. انت اللي قلت له اه عمال يعني انا عمال احفزه والنبي عشان خاطري انت خلصنا خلصنا. فانا برده مركز برده ضربات جزاء بتبقى برده فيها صعوبه شويه. الحمد لله الشناوي كورتين قلت بس احنا خلاص كده. بعد ما ضيعنا احنا بقى بعد ما ضيعنا احنا خلاص انا رجعت كده بقى عمال اعيط خلاص انا بعيط لوحدي قفشه وايمن اشرف سايب عليا نفسي خلاص ان احنا خلصت. فراح حسين ضيع بقى من عندهم، حتى ناصر مير كان داخل رحت قلت له عايز ابوس على دماغ عشان نفسي تجيبها. راح الحكم اصلا قال لك احنا كسبنا. انا ما كنتش اخلي لك ما كنتش اعرف ولا شناوي يعني ايه ما كنتش يعني الحسبه ما كانش يعني في الاخر. بص احنا في الاخر انا بقى مركز خلاص بعد ردودين الجزاء مفيش خلاص تركيز
راح، فانا واقف مركز يعني ايه، عمال بقى ايه اللي هو عمال اعيط ومركز ان انا هدخل اشوت في اني زاويه، لان خلاص هو هيجي عليا الدور. فحسين لما ضيع احنا اللي بادئين، احنا اللي بدأنا، فالحكم خلاص صفر، فما ضيع احنا. وكان ترتيب ايه كهربا برضه يعني، لو كان جاب حسين كان هيخش ناصر ماهر، كان هيخش ناصر ماهر وبعدين انت، وبعد كده انا، بعد كهاني، بعدين محمد هاني، بعد كده انا. ف يعني كانوا مركزين في كده، بس انا عارف ان شنو كان هيخلص لنا يعني بدري يعني، انا ثقة فيه ما شاء الله عليه. ويمكن كابتن عايز بس ما انساش كابتن سامي وصون وكابتن سيد بصراحه يعني، طبعا امبارح يعني، يمكن امبارح والنهائي، يمكن الاثنين ما بيهدوش على الخط بصراحه يعني، ما شاء الله عليهم حتى مع اللعيبه كلها. يمكن عندهم، يمكن ناس برده، ممكن ناس تكون ناسياهم برده في الاحتفالات، ولا هم دورهم كبير جدا. كابتن سيد وكابتن سامي دايما والله بيكلموا مع كل اللعيبه، حتى اللعيبه اللي بتبقى قاعده على الدكه مثلا، تلاقي احنا قاعدين كابتن سامي او كابتن سيد جه، ركز انت اللي هتنزل تكسبنا، ركز انت هتنزل طبعا. وبيتكلم على بقى في الماتش، يقوموا يتكلموا على الخط بصراحه يعني، يعني دورهم كبير قوي، دورهم كبير. استقرار الفريق كمان يا محمود في التوقيت الحرج ده، يمكن يعني السبب من الاسباب ان احنا قريبين من بعض برده. كابتن سيد بصراحه، سيد حفيظ وكابتن سامي برده يعني قريبين برده، عشان مصريين برده، فقريبين مننا جدا وحافظين بصراحه على الفريق. ويمكن يمكن ما فيش اي مشاكل في الفريق، يمكن ما فيش اي حاجه خالص. وزي ما انت قلت كهربا، في اوقات معينه انتوا كمان بتحسوا لا حتى لو في مشاكل صغيره لا مش وقته، بتنرجعنا بكل حاجه. حتى في زي ما بقول لك احنا في قبل الماتش بيومين ثلاثه في الملعب في التمرين، كله بيدخل على بعض جامد ومتحمسين وتعصب ومش عارف ايه، وده من ده من ده وده من ده من ده، بس الحاجات دي تفاصيل صغيره قوي لميناها في ثانيه. صح، احنا كنا ولا حصل حاجه، وخارجين وبنضحك، وبعد التمرين يعني داخلين اوضه مبسوطين، وانا لو زعقت لحد مثلا بيسكت، حد زعق لي يعني، احنا محفظين بعض. يعني لو انت متضايق وجيت زعقتني انا، مع حتى في الماتش يعني، حتى انت كان حضرتك تشوف في الماتش مش تلاقي حد بيزعل حد، ولا حد بيشوه على حد، ولا حد مش عارف بيعمل ايه، كله بيشجع بعض. هتلاقي كل اللعيبه يلا كويس معلش، حتى لو حد يعني مثلا حد ضاع كوره جون ومش هيزعقله، محدش يلوم، يلا معلش المره الجايه تعالى بقى ندخل اوضه بقى احنا مع بعض نتعدي بنتكلم جوه، بنتكلم مع بعض زي ما عمل الشناوي فيكم بين الشوطين. زي ما الشناوي اتكلم في النهائي افريقيا بعد جون قفشه، كنت واقف على الخط وكنت بتتكلم مع موسيماني، كنت بتقول له ايه؟ انا كنت نازل. انت كنت بتقول له حاجه قبل ما تنزل؟ لا انا يمكن انا زي بقول لك علاقتي بمستر موسيماني يعني علاقه قويه جدا يعني، وحبيبنا فيه، بنتكلم مع بعض. فهو فرح وكلنا فرحنا، مش برضه ما صدقناش الجون يجي في اللحظه دي طبعا. لما كان الماتش كان بيدعم مننا بصراحه، فلما كلنا جرينا خلاص، انا بقول لسه بقول لك اول الكلام، بقول لك كابتن هاني في تفاصيل صغيره ممكن كان يجي التعادل فينا، خلي بالك لو ما حدش فينا ركز، احنا عايزين واحد بس يركز، واللي هيركز المدير الفني، لان احنا ما لناش اي حاجه خالص يعني، ما لناش اي دور غير المدير الفني، هو اللي هيعمل كل حاجه وهيكلم اللعيبه عشان يركزوا اخر 3 4 دقايق. فلما رحت انا خلاص، هم احتفل سبت انا راجعين انا مستر موسيماني، فبقول له لا انا مش مهم سيبني انا كده، قلت له كهربا اوت و سينك اباوت ذا لاست 4 مينيتس رامي، انا بقى عشان يعني الانجليزي بتاعي برضه مش الانجليزي بتاعي مش حلو، انت بطريقه او باخرى بتوصل الرساله كهربا اللي هو عشان انا شفت عندهم هينزلوا عمر سعيد. فقلت له رامي بليز كوتش سينك اباوت ذا لاست 4 مينيتس كم رامي كم انسايد، عارفه برضه انا بقى انا مش عارف انا بقول ايه وبكلم، يعني توصل له بس عايز اللي هو رامي ينزل عشان رامي مدافع هو كان فين كله فرحان. انا ده اللي انا بقول لك عليه، احنا حبيب. كلنا حتى كلنا يعني مع الله يكون في عونهم، كلنا فرحنا. فانا راجع بقول كان الله في عوننا احنا، فرامي بقى ايه، رامي كان لسه قلت له انا بقى اصلا قبل ما والله قبل ما المدرب اصلا يقول له يلا رامي يلا يا رامي، راح رامي راح جايب الشنكار وهينزل. خلي بالك كهربا في الاوقات ديت فعلا الواحد بيبقى موتيفيتد قوي ومتحمس جدا لدرجه ان هو ممكن، وخلي بالك يعني الناس لو قالت الكلام ده عيب انه بيقول لا الكلام ده الكلام دوت في حته تانية غير النادي الاهلي اللي هو انا اللي بفرض، لا انت حتى بتوصله رساله لو بتفكر ان انا هنزل لا بلاش انا دلوقتي أنا علشان هنزل. بالظبط، فهي رساله مضمونها انك ما بتتدخلش في شؤونه، لكن مضمونها انك حابب الفرقه وخايف على الفرقه، وفي وقت من الاوقات لا بلاش انا انزل دلوقتي.
دلوقتي وممكن حد تاني يفيد الفرقه. فهي ده انا اسال لك انا يعني. كنت ممكن انزل عادي يعني، زي بقول لك الماتش الاتحاد ده انا كنت هنزل قبل جون قفشه، بس انا لا، انا اهم حاجه ان احنا اشوف. بس ما هي دي هي دي الرساله كسبانة. بس خلي بالك عشان الناس ما تفهمش غلط. لا وانا هقول الرساله، الرساله انك بتقول مش لا وانا كهربا. عمري ما اتدخل في حاجه يا كابتن. يمكن برافو عليك. اصل اقول لحضرتك على حاجه، انا ممكن اقول لحضرتك مثلا يا كابتن في كذا كذا كذا، انت اقل رد مالكش دعوه بالظبط يعني. يعني عارف مثلا انا مليء في الاول والاخر المدير الفني هو اللي هينفذ طبعا، وانا عمري اصلا انت بتتلقى تعليمات، وعمري ما لعيب اصلا بيقدر يتكلم في حاجه. بس هو انت عارفه أنا فاتني كده برضو ماتشات كتير زي الماتشات ديت، فانا مش قصدي اصلا اتكلم في حاجه. انت انا رساله كهربا انا عارفها رساله، مش انا مش مهم انا دلوقتي مش هو عايز العب اصلا. بص الفكره ايه، لو انت يعني لو انت الان ان انا هزعل لو ما نزلتش، لا بلاش انا دلوقتي صح. وشوف حد تاني. واحد بيتكلم بقلبه وقلبه هو اللي بيفكر يعني. وبيتكلم حبيب مش عقله في اوقات كتير مش عقله في اوقات كتير لا فيش عالي بقلبك انا عارفه. نتكلم نتكلم على طموحاتك يا كهربا، ونتكلم على الخطوه اللي جايه فرحنا. يعني هنتكلم على جزئيه مهمه كمان في حياه كل لاعب، اللعب الدولي ومنتخب مصر، وانت ان شاء الله باذن الله بهذا المستوى ان شاء الله تشارك بشكل اكتر من كده، تكون جزء من منتخب مصر. نتكلم على كل ده بعد الفاصل. بنرحب بحضراتكم مره تانية في البيت الكبير، مشرفنا في السهره الخاصه دي كابتن محمود عبد المنعم كهربا، وحديث من القلب عن المشوار الطويل اللي لسه مستمر ولسه يمكن اللي جاي اصعب. انا عارفه ان انت عندك طموحات وعندك امال كبيره جدا مع النادي الاهلي نفسك تحققها. ايه حلم محمود كهربا بعيدا او خلافا يعني او بعيدا عن السوبر المحلي والسوبر الافريقي اللي ان شاء الله يعني يتم تحديد مواعيدهم في القريب العاجل، انت يا محمود بتحلم بايه مع النادي الاهلي؟ لا يمكن لو بحلم يمكن احلامي كتير قوي مع النادي الاهلي. يعني يمكن اول حاجه نفسي ان انا اخد كل البطولات اللي جايه مع النادي الاهلي واعتزل في النادي الاهلي. تعتزل في النادي الاهلي؟ النادي الاهلي اهو، وافضل في النادي يعني لحد يعني لما ربنا يفتكرني. يعني يمكن ده من احلام عمري ان انا افضل في النادي الاهلي السنين اللي جايه كلها. يمكن انا لسه 26 سنه، يمكن يعني ربنا يديني صحه واقدر اكمل سنين كتير يعني ان شاء الله بقى افضل في النادي الاهلي. ويمكن حلمي طبعا يعني في الوقت الحالي ان هو كاس العالم للانديه. وكاس العالم للانديه ده يعني نفسي يعني انا يعني يمكن حلمي في الوقت الحالي ان احنا ناخد السوبر المصري السوبر الافريقي وكاس العالم للانديه. اكيد بص احلامك كهربا ان شاء الله ما بين ايديك. يعني انت عارف ان اللي موجود في النادي الاهلي ان النادي الاهلي بيحافظ على اولاده بشكل كويس قوي، وطالما كهربا حابب فعلا وعنده الاصرار وعنده العزيمه وقلبه على الفرقه وملتزم بشكل كبير، انا متصور ان انت ان شاء الله هتكمل ان شاء الله. يعني ربنا يديك الصحه كده وتكمل لغايه 40 سنه كمان. فده ما تقلقش منه، الاحلام ان شاء الله في النادي الاهلي بتتحقق، وانت شفت ده بعينيك. النادي الاهلي منظومه كبيره، وان شاء الله وانت كمان نجم كبير، وانت كمان على المستوى الفني اعتقد عندك كمان كتير قوي كهربا ان شاء الله هتحققه في الفتره اللي جايه. كنت سامعين واحنا بتكلم معاك قبل الفاصل، كان في يمكن مجلة وشوشة كانت عاملة تكريم خاص، ويمكن موسيماني المدرب الرائع قال كلمة خاصة يعني، كان موجود في وشوشة لتكريمه وبعض لعيب النادي الأهلي، لكن يعني انفرد كده بشكل خاص لجماهير النادي الأهلي. تعالوا مع بعض نشوف موسيماني قال إيه ونرجع مع حضرتك. Thank you very much. I'm humbled. I'm just happy to be nominated. For me, when you are nominated, you are already being recognized. It means your job is recognized. It's not about who wins it. It's about being here. Thank you for being here, and I represent Ali. بيقول شكرا جزيلا. ووجودي هنا ده معناه، وطبعا سعيد وجودي هنا معناه ان شغلي تم تقديره، ان انا هنا موجود هنا، انا سعيد موجود في التكريم ومثل النادي الاهلي. It was difficult. You don't easily win the Africa Champions League. If it was that easy, then everybody could do it. So it shows how difficult it is. From all the continents in Europe, it's very difficult to win the Champions League. In South America, everywhere. So we won it 7 years. We've been waiting for long. We've been to 2 cup finals. But this was the time for us now. And God helped us to achieve it, and we are happy.
وطبعا هو اكيد صعب مش سهل، اما كان كل فرق ممكن تكسبها. احنا عارفين بقى لنا 7 سنين منتظرين، وصلنا مرتين نهائي، والنهائي البطوله القاريه للانديه دي بتكون صعبه في كل القارات، سواء افريقيا او امريكا الجنوبيه او في اوروبا او في اسيا، بس احنا وصلنا وتاهلنا وكسبنا، وربنا ساعدنا وكسبنا اللقب السنه دي. Well, what else do we want? We want to win everything, you know, so let's try and see if we can match the past history of Ali. And we are just beginning, so let's hope for the best. طبعا ربنا يسهل، نحاول نكسب كل الألقاب، حاجة تتناسب مع تاريخ النادي الأهلي. احنا بنعمل قدر استطاعتنا ونحاول ندي أحسن حاجة عندنا عشان نحقق أفضل الألقاب. Ali fans, give us time. I know in football you don't have time, but we do our best. The boys are trying. They want to write their own history with the Ali club, like the past legends of the Wild Goma, Butrika and them. So hope, and Manuel Jose. So hopefully we can match that standard. But so far so good. We love them. بيقول جماهير النادي الاهلي يا ريت تدونا وقت. طبعا وقت في كره القدم صعب، بس احنا محتاجين وقت عشان نحقق الالقاب الكبيره زي اللي حققها ابو تريكه وجيل وائل جمعه وجيل مانويل جوزيه. طبعا دي عشان حاجه تناسب الاساطير القديمه، احنا هنعمل حاجه تناسب تاريخ النادي الاهلي. طموحات كبيره جدا جدا لموسيماني، مش اكتفاء بس بالبطوله الافريقيه وكاس مصر، ان شاء الله طموحات، وطموحات موسيماني بتدل كمان على طموحات اللعيبه وطموحات مجلس الاداره كهربا. وانت بتتكلم على طموح كمان خاص جدا لكهربا، الحلم في اللعب اللي في كاس العالم للانديه، كمان الحصول عليها مع ان مش سهل. يعني انت هتقابل ان شاء الله باذن الله هتقابل ابطال كتيره، لكن النادي الاهلي حقق برونزيه قبل كده، وبالتالي من احلامك القريبه جدا انك تلعب في كاس العالم للانديه. يمكن زي ما قلت حضرتك انا حلمي طبعا انا مشارك في كاس العالم للانديه، ويمكن ربنا يعني مفيش حاجه بعيده عن ربنا، وربنا يمكن هو اللي يمكن ان شاء الله باذن الله يحقق لنا كاس العالم للانديه. يعني مش بعيده، يعني لا مش بعيد طبعا، لا مش بعيده، هو باجتهادنا. ويمكن اصل الماتشات يعني ماتشات حلوه تفتح النفس، يعني تلاقي اللعيبه كويسه 90 دقيقه بقى وبتلعب، يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا نوصل للنهائي مثلا نلعب بايرن ميونخ، فحاجه بالنسبه لنا يعني حاجه كبيره. ان شاء الله تلعب بايرن في الدور نصف النهائي، يعني كمان طريقنا كده يعني نصف النهائي. طب نلعبهم يعني نصف النهائي وندوس عليهم، يعني ايه المشكله يعني. بس علينا ان شاء الله كابتن باذن الله. لا ان شاء الله طموحات واحلامك هربا يعني. ما والله يمكن يعني حضرتك انت عارف الكوره ما فيهاش كبير، يعني حضرتك ممكن نكسب وفي نفس اللحظه ممكن فريق صغير يكسب فريق كبير. فربنا يعني ان شاء الله كبير باذن الله، يعني ونروح كاس عالم ونرجع مبسوطين يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله باذن الله. اسرتك احتفلت بيك ازاي؟ والله هم لسه يعني يمكن في النهائي الافريقي والكاس امبارح، يمكن احنا يعني كان لسه يمكن يعني والدي قبل ما انزل النهارده كان بيقول لي عشان بكره ان شاء الله كده يمكن هنذبح ان شاء الله. فكان قايل لي يعني ان شاء الله بكره كده عايز تذبح الساعه كام يعني، فقلت له الساعه 2:30. قال لي طب وبعدها جايبين تورته وانا وانت والدتك واختك هنحتفل عشان خاطر الثلاث بطولات. يا سلام تورتايه. ما هو لا شفتيش ابويا وامي يعني في دنيا تاني خالص يعني. حبيبي يعني امبارح يمكن كان والدي يعني ممكن هيتجنن عشان خاطر لما وصلنا ضربات جزاء، يعني يمكن لما رجعت البيت اختي بتقول لي يعني كان بيطلع في الروح يعني، بس انا والدي اهلاوي قوي. يمكن حابب اشكر والدي ووالدتي واختي طبعا على يعني الفترات اللي فاتت دي كلها، استحملوني جدا وبيدعموني بشكل غير طبيعي، وفي الماتشات حتى يعني قبل الماتش بيكلموني وبعد الماتش. يمكن انا برضو بلعب كوره ويمكن بحب الكوره عشان خاطر انا افرحهم يعني افرح اهلي يعني بصراحه، يعني دول بالنسبه لي في حاجه حته ثانيه خالص طبعا يعني. ربنا يكرمك بيهم ان شاء الله. وطبعا يعني جمهور النادي الاهلي طبعا يعني مهما اتكلم يمكن مش قادر اديهم حقهم، يمكن مش عايزه حلقه يعني، يمكن عايزه يوم كامل ولا يومين وسنه عشان ادي جمهور النادي الاهلي حقه في دعمهم لكهربا ووقفتهم معايا في كل ماتش، كل خطوة بخطيها. يمكن جمهور النادي الاهلي يمكن بشوف في الشارع يمكن فرحتهم بيا بس عشان لبس تيشيرت النادي الاهلي، دي حاجة كبيرة جدا. بشكرهم جدا وبقول لهم خليكم دايما كده في ظهري ودعموني، وان شاء الله باذن الله اكون عند حسن ظنكم. وانا لسه ما لعبتش ولسه ما عملتش حاجة للنادي، يمكن ان شاء الله انا السنين اللي جاية باذن الله هعمل لكم كل نفسكم فيه، وهقدر يعني
يعني هدوس على نفسي اكتر واجتهد اكتر باذن الله عشان خاطر افرحكم واكون عند حسن ظنكم باذن الله واستخليكم في ظهري عشان يا رب يا رب. كلنا ماليش غيركم يعني. كلنا ثقه فيك كهربا وجماهير النادي الاهلي فعلا بتحبك لانها شايفه فيك يعني الطموح وشايفه فيك انك كمان عندك وعايز تدي كتير وانت امكانياتك الفنيه تؤهلك لكده وهاخد من كده طبعا طموحك على المستوى الدولي طبعا يمكن ما كانش في نصيب في المباراتين بتاعتوجو ما كنتش موجود في القائمه لكن ان شاء الله بالمستوى اللي بتاديه حتى على الفترات الصغيره بتقدم وبتاثر يعني طموحاتك ايه مع منتخب مصر وشايف خطوات منتخب مصر بالنسبه للكهرباء اللي جايه شكلها ازاي؟ لا والله يمكن ان انا لما ما رحتش المعسكر اللي فات طبعا يعني يمكن زعلت كتير جدا بس يعني طبيعي لكن وجهه نظر طبعا كابتن حسام بدري يعني الواحد يحترمها ويعني هو واقف معايا كتير بصراحه كابتن حسام بدري يعني يمكن كان معايا في المنتخب الاولمبي ومنتخب مصر جابني المعسكر اللي قبله فوقف معايا كتير ويمكن انا بشكره جدا يعني على وقفته معايا وانا مش زعلان يعني ان هو ما اخترنيش. برر ليك عدم انضمامك للمنتخب في بس والله انا الفتره الاخيره يمكن انا مش عايز ادخل التفاصيل في التفاصيل ديت بس انا زي ما بقول لك انا هو وجهه نظر كابتن حسام بدري وبحترمها و متكلمش معاك؟ لا وما تكلمش معايا هي وجهه نظر تحترم في جميع الاحوال يعني في اول اخر انا اختيارات منتخب مصر بس انت من جواك ان شاء الله الفتره اللي جايه بتكلم على انا ان شاء الله باذن الله يعني جاهز باذن الله ان شاء الله اقدر يعني هتمرن كويس العب ماتشات بشكل كويس عشان خاطر ان شاء الله اروح انضم لمنتخب مصر تاني باذن الله مع كابتن حسام وانا نفسي الصراحه يعني نروح كاس عالم ونحقق فيها حاجه يعني نوصل للدور اللي بعد كده ان شاء الله ونفسي ناخد بطوله كاس افريقيا ان شاء الله باذن الله اللي جاي ان شاء الله باذن الله. مؤمن زكريا وكهربا دي حكايه كبيره قوي. بس يمكن مؤمن يعني بالنسبه لي اخ كبير وكابتن لان مؤمن يعني يمكن ساعه ما كنت انا في ناشئين الاهلي وانا صغير هو اكبر مني بسنين بس كان انا حاسس ان مؤمن كده شبهي في كل حاجه ومعايا من وانا صغير حتى لما كنت انا في انبي كان هو لسه جاي وانا كنت يعني مع انبي وكده بس كنت صغير فمؤمن كان دايما هو بيتكلم معايا دايما معايا ويمكن مؤمن لما انا حتى كنت في الزمالك برده كان بيقعد يكلمني يعني مؤمن بالنسبه لي اخ مش يعني يمكن انت عارفه يعني بعد لما بتخلصي كوره بتعتزلي الكوره خالص تطلعي باتنين تلاته اصحاب من قريبين قوي 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 من لعبه الكوره انا بالنسبه لي مؤمن واحد منهم يعني مؤمن ده اخ ليا وربنا يتم شفاعه على خير باذن الله لان مفتقده جدا يعني في مؤمن برضو يا خالد يعني زي برضو يعني لو كنت انا وهو وسعدي كانت الدنيا تبقى حلوه قوي فربنا يتم شفاعه على خير وباذن الله يرجع اقوى واحسن من الاول وكلنا بندعي له يعني ان شاء الله يرجع بالف سلامه لانه على المستوى ما شاء الله يعني وده ظهر حب الناس الفتره الاخيره طبعا ليه وكل المسانده من اول مجلس الاداره لكل اللعيبه لكل الفنانين لكل مصر بصراحه باختلاف الانتماءات بالظبط يعني ولا اهلاوي ولا زملكاوي فان شاء الله مؤمن يعني يرجع بالف سلامه ان شاء الله منحه منحه من عند ربنا هو لاعب كبير طبعا يعني عمل حاجات كتير بصراحه صحيح وبصراحه يعني يمكن بشوف كتير يعني نوعيه مؤمن صعب ان في لعيبه تتكرر زيها كتير لان مؤمن ممكن في ثانيه يجيب لك جون في ثانيه يعمل لك جون وانت عارف شويه طلع منين والله بتكلم بجد مش حقيقي. ممكن ما تلاقوش وتلاقيه قبل الجون تلاقيه عامل مختفي فجاه وبيظهر بجون ثانيه والله العظيم يعني فربنا يوفقه ان شاء الله يرجع لي تاني باذن الله بتزوره على طول؟ بكلمه على طول بكلمه ومن الوقت للتاني بروح ازوره بصراحه يعني بس انا يعني في موضوع الزياره برده عشان برده ما بروحش كتير لان برده ببقى قاعد برده مع اهله يعني أكيد. لكن على طول معاه التليفون والتباعد مهم وظروف كورونا برضو يعني ان شاء الله باذن الله يعني هيتعالج الفتره الجايه دي ان شاء الله باذن الله الرباعيه لمؤمن والخماسيه لمؤمن عندنا اثنين سوبر ان شاء الله باذن الله يكون مؤمن سريعا ان شاء الله خلاص انت بتستعد لمباراه المقص ان شاء الله بدايه جديده لدوري جديد بطموح جديد البرنامج لغايه ماتش المقص قول لنا البرنامج سريعا كده يا كرم يمكن احنا واخدين يومين راحه ويوم الثلاثاء هنبدا ان شاء الله بقى ان شاء الله نجهز للدوري لان الدوري انت عارف السنه دي صعب هيبقى صعب صعب وكمان بالموسم اللي فات ده وكمان انت احنا ضغط الموسم على طول ورا بعض مفيش اصلا ايام راحه فنستعد طبعا كويس وربنا يكرم ان شاء الله والدوري يكون السنه دي برده من نصيبنا ونبدا بقى نجهز بقى لماتش الدوري ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله كل التوفيق المباراه الاولى مباراه المقصه مباراه دايما البدايات بتبقى مهمه جدا وبدايات بتبقى مش هقول صعبه لكن بدايات بتبقى
فيها مؤشر طبعا ان شاء الله الاهلي يفوز بيها، ونستعد كمان البطوله السوبر الافريقي لسه ما اتحطش، كمان عشان نقول للناس لسه ما فيش الاتحاد الافريقي ما اعلنش رسميا امتى مباراه السوبر الافريقي، لكن اعتقد مباراه السوبر كمان المصري هتتحدد من خلال ميعاد السوبر الافريقي. بطولتين منتظراهم طبعا جماهير النادي الاهلي بشكل كبير ولاعيبه النادي الاهلي بشكل كبير، فان شاء الله يبقى كده يعني بيك رقم قياسي بقى محمود، رقم قياسي نبقى خماسيه بقى ان شاء الله. لا باذن الله ان شاء الله نحققهم باذن الله، ويكون رقم قياسي لينا باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. طب انت نورتنا النهارده بعيدا عن الفولت بتاعك يعني العالي انا مبسوط ان انا كنت معاكم النهارده، وشرف ليا بجد يعني، يمكن حاسس ان انا فعلا في بيتي بجد والله، يمكن لقاء حلو جدا وتشرف بيكم طبعا حبيبي، نورتنا كهربا، وان شاء الله كده كل التمنيات انك ان شاء الله باذن الله بطولات كتير مع النادي الاهلي إن شاء الله. وارقام قياسيه كبيره مع النادي الاهلي، وتعتزل في النادي الاهلي وربنا يحقق كل امنياتك ان شاء الله. وبعدين بقى التمثيل بقى منتظرك، فاكر المره اللي فاتت ما خلص بقى كوره وهمثل خلص، وانت عندك 40 سنه وتدخل على التمثيل بقى 40 سنه لا 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 الموضوع غلط انت شرفتنا يا محمود، ربنا يخليك شرفتنا. دي كانت حلقتنا في البيت الكبير النهارده، بكره ان شاء الله يتجدد اللقاء في البيت الكبير من 10 ل 1. تصبحوا على خير.